بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل سلسلة فيديوهات جديدة نفرق بين كلمتين هامين جدا خاصين بكل المناهج وكل المراحل، وهنسمي السلسلة دي Special Difficulties، يعني الصعاب الخاصة. اول كلمة معايا هتبقى Special و Private، هما الاتنين معناهم خاص، لكن يا ترى ايه الفرق بينهم؟ هنبدأ اولا بكلمة Special اللي هي خاص. طبعا هيبقى معناها خاص او مميز بشيء وتخص مجموعه من الاشخاص. يعني اقدر اقول مثلا ايه، الدكتورز الدكاتره وير سبيشال يونيفورم، الدكاتره بيلبسوا يونيفورم خاص اللي هو البلطو الابيض، فالبلطو الابيض ده خاص بكل دكتور مش بدكتور واحد بس، تمام؟ او ان انا اقول مثلا زي جو تو سبيشال سكول، هما بيروحوا مدرسه خاصه. بس هنا بقى لازم احدد نوع المدرسه، فور بلايند للعميان مثلا، تمام؟ اما الكلمه الثانيه وهتبقى كلمه برايفت اللي هي معناها خاص، وتبقى خاص بملكيه الافراد، يعني حاجه بتاعتك انت مش بتاعت حد تاني، زي حياتك الخاصه مثلا، تمام؟ اقول ايه بقى مثلا، ماي برايفت كار از مودرن، العربيه الحديثه الخاصه بتاعتي حديثه، اتكلمت عن عربيتي. زي جو تو برايفت سكول، هما بيروحوا مدرسه خاصه، بس المره دي ايه، ما حددتش بمين بالظبط، تمام؟ هناخد بقى العكسيات او الانتونيم، سبيشال عكسها كومن شائع، برايفت خاص عكسها بابليك عام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.